أنا تخميني ليونس، يعني دراستي ليونس، يونس مشكلته أنه أسلوبه وكلامه هو نفس الأسلوب في كل مكان، مع الإعلام، مع اللاعبين، مع الجمهور، نفس الأسلوب، لأنه عفوي، رجل عفوي، العفوية عنده إلى حد بعيد جداً. قضية يعني أنا متأكد أنه مثلاً اللي صار بينه وبين خالد جاسم في برنامج المجلس أنه هم علاقتهم أقوى بكثير من اللي صار. من خلال علاقتهم هذا الموضوع هو متداول بيناتهم، يعني أحياناً إحنا بيناتنا تصير مواضيع نتداولها، صح لها مساس لكن من جانب المزاح والفكاهة نتداول هاي المواضيع، فهم تداولها. لكن الفارق وين؟ الفارق أنه خالد جاسم يعبر بلسان إعلامي، يعني ما اعرف انا ما ادخل بجانب الديني، لا لا مو ادخل بجانب، بس هو شوف بس هم ماخذوه انه على اعتبار اشاعه. خل اقول لك احنا إشارة. هذا يونس من حكى هذا الموضوع ما له علاقه بالدين الموضوع، ولا له علاقه بشخصيه خالد. السؤال، وهو نائب لرئيس الاتحاد، شنو رايك علي يونس محمود؟ ترى نجم طبعا، ترى علي يعني يونس محمود لا يقل شيئا عن ابو تريكه نجوميا، لا يقل شيئا عن ياسر جل. ترى على فكره جل اللي يهاجمون يونس محمود هم من عشاق ياسر، هذه احنا نسيناها، موضوع ياسر القحطاني يونس محمود هذا الصراع والتنافس اللي كان سابق احنا نسيناها، لكن غيرنا ما نسى، بعد لا زال هذا التنافس، لا زال يعني كاس اسيا 2007 لا زال، يعني السعوديه ترى من بعده ما لم تتوج باللقب، وانا ما اتكلم هنا عن اعلام سعودي، واتكلم اكيد اكو يعني خلينا نقول الصغار بين قوسين من يحاول النيل من يونس محمود. هذا تحليل لو معلومه؟ انت مو تشوف بتويتر؟ تشوف انا اشوف بتويتر، بس انت جاي تقول عشاق ياسر القحطاني. لا انا ما لا المنتخب السعودي، انا هذا واحد معناه. هذا واحد من الاسباب. انت لا زال هسه اكتب يونس محمود، هسه انا وياك تدخل على تويتر يونس محمود من نكتب بالسيرج راح نلقى تغريدات على المقارنه. صح، احنا شعوب، ترى احنا شعوب، احنا الوحيدين اللي لحد الان هذه اللحظه نقارن بين ميسي وكريستيانو بشكل اكثر من ميسي وكريستيانو، اكثر من الصحافه الاجنبيه. احنا هذا جزء من عاطفتنا تجاه كره القدم. انا ما دا اقول انه هم الكل عشاق ياسر القحطاني، انهم لا زالوا مثلا هم اللي لا، انه هذا احتمال. يونس نجم، يونس قائد المنتخب العراقي، نقطه مهمه جدا ثقلتها، انه نائب الان نائب رئيس الاتحاد العراقي. الإساءة ليونس محمود هي الإساءة للاتحاد العراقي، إساءة لتاريخ، لإشارة القيادة للمنتخب العراقي. لكن في نفس الوقت أنا أتمنى أنا كمواطن عراقي يونس محمود أسعدني ووصلني لذروة السعادة في كثير من لحظات حياتي، أتمنى منك يا كابتن يونس أن تعي شيئا واحدا، أنك حينما تتكلم حتى لو تقول 1 2 3 كثيرين قاعدين ماسكي لك الورقة والقلم يسجلون، أنت عفوي لدرجة أنه يمكن يعني هذا الشيء سبحان الله، يمكن عفوي لدرجة أنه هو ما مدرك أنه هو يونس محمود، ما مدرك أنه هو كمية التأثير اللي عنده. لاحظ كل نجوم العرب، إذا هو أكو كثير نجوم عرب ترى همين عفويين، واحد من عندهم إبراهيم سعيد نجم المنتخب المصري، صح، آخر شيء قال سألت في أحد البرامج، أعتقد إبراهيم فايق مسلسل مسلسل شنو برنامج الحريف، قال له بطلت تغرد على تويتر، قال لي أن نصحوني الناس بدأت تشوف مني غير شيء، أنا أكتب ما أدري، ما أدري أنا من أكتب، أنا ما أخذ الأمر طبيعي، اكتشفت أنه أنا مؤثر فعلا، أنه أنا مؤثر رغم اعتزالي صار لسنين. فيونس محمود أنت مؤثر، أنت نجم العراق لسنين طويلة، أنت النجم الأوحد. أتمنى أنه ما أقول له هذا شيء خاص بي وحريته أن يظهر في أي برنامج وهو نجم وله إضافة، وكل مقدم برامج وكل مراسل بما فيهم المتكلم، أخذ تصريح من يونس محمود هذا شيء يعني يونس محمود، لكن أنت عليك أن تتذكر أنه هاي العفوية يا أخي صير مغرور، لا تحكي هواي. يا قبل فترة من الكلام عن وصف الأسوأ لي، ما أريد أقول ذيك الكلمة المفردة، الأسوأ بأنه كوريا واليابان في التصفيات، أنا أعرف هو يقصد الأسوأ، وكلنا إحنا كعراقيين نقصد الأسوأ، عندنا دارجة، أي لكن غيرك عنده مو دارجة، غيرك عنده مو دارجة. هذا اللي ردت أنا أتحدث عنه يعني بالمناسبة.